والآن فليتفضل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتكريم بعض من أبطال حرب أكتوبر. المشير أحمد إسماعيل علي وزير الحربية القائد العام للقوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر، من رموز حرب أكتوبر الذين استطاعوا كسر أسطورة خط بارليف، حيث تحمل مسؤولية حرب أجمع الخبراء العسكريون في العالم باستحالة الإقدام عليها، ويستلم التكريم نجله السفير محمد أحمد إسماعيل علي. محمد عبد الغني الجمصي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر لقب بمهندس حرب أكتوبر، سجل التاريخ بطولاته ودوره في الإعداد للحرب، يتسلم التكريم نجله أستاذ مدحت محمد عبد الغني الجمصي. سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر، كان على رأس المخططين لعبور قناة السويس، ويتسلم التكريم حفيد مهندس كريم سعد الدين الشاذلي. أركان حرب عاطف عبد الغفار محمد سلاح مدفعية حاصل على العديد من الأنواط، ومنها نوط الخدمة الممتازة ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية، رئيس أركان أحد ألوية المدفعية أثناء حرب أكتوبر، اشترك في العديد من المعارك والحروب. حرب مسعد ششتاوي أحمد من سلاح المشاة أحد أبطال حرب أكتوبر، رئيس فرع العمليات والتخطيط بشعبة عمليات الجيش الثالث الميداني، شارك في العديد من الحروب، شارك في الإعداد لخطة الهجوم في مواجهة نطاق الجيش الثالث الميداني والإعداد للعملية شامل للقضاء على قوات العدو. Thank you.
محمد فتحي محمد من سلاح المشاة، قائد الكتيبة 43 صعقة أثناء حرب أكتوبر. استولى مع كتيبته على النقطة الحصينة بلسان بور توفيق، والتي كانت من أقوى وأهم النقاط الحصينة التي أنشأها العدو. تفضل. طيار حسن محمد محمد حسن من سلاح القوات الجوية، حاصل على وسام نجمة سينا. طيار بالسرب 82 على اللواء الجوي 123 من أبطال القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة. حرب السيد درويش السيد، قائد فصيلة على الكتيبة 143 صعقة من أبطال سلاح المشاة، حاصل على وسام نجم سينا، شارك في أعمال القتال خلف خطوط العدو. حرب ممدوح محمد شعبان اليماني من سلاح المدفعية، وكان قائد قاعدة صواريخ الكتيبة 444 مدفعية صواريخ. عادل سليمان يسري محمود وهبي من سلاح المشاة، حاصل على وسام نجمة سينا، قائد اللواء 122 مشاة على الفرقة 16 مشاة، ويتسلم التكريم كريمته أستاذ عز عادل سليمان. بحري أركان حرب حسن محمد عبد العزيز هندي من أبطال القوات البحرية، حاصل على وسام نجمة سينا، ويتسلم التكريم نجله مهندس محمد حسن محمد عبد العزيز. طيار محمد ضياء الدين يحيى محمود من سلاح القوات الجوية، حاصل على وسام نجمة سينا. طيار بالسرب 25 على اللواء الجوي 102، شارك في العديد من الاشتباكات الجوية خلال حرب الاستنزاف. We'll be right back.
عبد الله عيسى من سلاح المدفعية، حاصل على وسام نجمة سينا، أحد أبطال حرب أكتوبر. كان من المشاركين في تدمير دبابات اللواء المدرع الإسرائيلي الذي كان يقوده العقيد عساف يابوري. شهيد المرسي محمود المرسي من أبطال سلاح المدفعية في حرب أكتوبر، استشهد البطل إثر إصابته بطلق ناري أثناء تبادل إطلاق ناران للقضاء على عناصر العدو. ويتسلم التكريم أرملة أستاذة ليلى عبد الباقي ونجل أستاذ محمد المرسي محمود. رقيب عبد الوهاب علي علي البطاوي من أبطال سلاح المهندسين العسكريين في حرب أكتوبر، أصيب نتيجة غارة جوية من العدو أثناء القيام بأعمال إنشاء مرابط مدفعية بمنطقة الجزيرة بالسفاجة. يتسلم التكريم مع نجله أستاذ إسلام عبد الوهاب علي علي البطاوي. وجيه بولس موسى بولس من أبطال القوات البحرية في حرب أكتوبر، أصيب البطل أثناء تواجده ضمن طاقم لانش 504 صواريخ. ويتسلم التكريم مع زوجته أستاذة لولا محب.
الدكتور أحمد خليفة علي من سلاح المهندسين العسكريين. عنصر استطلاع على كوبري البراطيم المخصص لعبور القوات قام بإطلاق قنبلة دخان لتغطية الكوبري من الغارات الجوية، ويتسلم التكريم مع زوجته أستاذة فاطمة محمد.